مخابرات. مفيش مشاكل قانونية ولا شيء. في تفاوضات طبعا بيني وبين شركة أسري على يعني ماذا لو اشتغلنا مع بعض رمضان القادم. يعني ممكن تتصالح يا محمد؟ ممكن تتصالحوا؟ طبعا. لا مفيش مشاكل بين يعني الاستاذ فادي اسماعيل مدير الشبكه صديقي وحبيبي وبنتكلم. انا قلت له طبعا تخوفاتي، قلت له على الحاجات اللي ما تلقش المسلسل ما ينفعش. يعني حصل ميتنج، حصل قعده طبعا واتكلمت، قلت له على كل الحاجات اللي ضايقتني، بدايه من الميعاد، بدايه من عدم الدعاية غير لائقه بحجم جمهوري غير لائقه بحجم المسلسل، ده شيء زعلني جدا. فقالوا لي لا، قالوا لي في مسلسلات كتير التتر بيتقص. قلت له المسلسلات دي مش مسلسلات محمد رمضان، يعني انا ماليش دعوه. انا بالنسبه لي انا عايز مهندس الصوت اللي شغال في المسلسل ابنه يشوف اسمه على التتر ويتفرج مع اصحابه. التتر مش ما يخصنيش في شيء، ولكن في ناس تعبت كتير جدا من عامل البوفيه لازم يقرا اسمه على التتر. كل العمال الإضاءة، مهندسين كل الناس، الماكينات، الكوافيرات، لازم الناس تفرح بمسلسلها، لازم الناس دي تحس بأنها بأن ده مشروعها وأن ده تعبها وأن ده الحاجة اللي شديد فيها. فقص التتر دي من الحاجات اللي ضايقتني جدا جدا جدا. أنا بعتبر أن ده بالنسبة لنا بمثابة خبر جديد، أن ما زال هناك مفاوضات، ولو حصل اتفاق احتمال أستاذ علاء الكحكي يتفاهم جدا جدا. أستاذ علاء شخصية أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. يعني أستاذ علاء الكحكي أنا كسبت أخ وصديق بعيد عن أنه راجل ناجح، وأنا يعني أنا بحترم أي شخص ناجح في مجاله. هو راجل ناجح وراجل يعني رحلة تحترم، ولكن أنا كسبت أخ وصديق. هو شخص متفاهم وشخص عاقل جدا، وحتى البند يعني البند ما ولا حتى جادلني فيه. أنا قلت له هنكتب في العقد إن حضرتك تعلم تعاقدي مع شركة MBC على شركة أسري على مسلسل. كتب ده، قال لي طبعا أنا متفاهم ده جدا. فلا شخص محترم جدا ومتفاهم جدا. نورنا يا حبيبي، بس نورنا برضه. مبدئيا كده عايز اعرف، محمد رمضان بدا كوميدي في السينما، يعني عملت كوميديا كتير جدا. هل الكوميديا بتموت الفنان خلتك تتجه في السينما وحتى في الدراما التلفزيونيه ان انت تتجه الى فكره الاكشن او الاثاره او التشويق، والكوميديا شلتها من دماغك خالص واكتفيت بيها في المسرح؟ ده سؤال الاول. السؤال الثاني كان بيدور بخصوص كان في تغيير الحلقه الاخيره اكثر من 3 مرات، هل ده تم؟ السؤال هل تم بالفعل يعني اخر سؤال، هل يعني حصل مكالمه تليفونيه بينك وبين الفنان بيومي فؤاد بعد اللي حصل على الفيسبوك؟ كلمني والله، اتكلمنا طبعا. انا مستغرب من الموضوع ده، لان انا عمري ما زعل من بيوم. يعني انا اللي انا كاتب انا بهزر، واعتقد ده واضح في التعليق جدا ان انا بهزر. حتى في جمله كنت كاتبها برضو بهزار، دي ممكن تتفهم بجد، اللي هي اللي هي لا شكرا زميلي النحيب. ده هزار، ودي طريقه هزار، يعني كل اللي يعرفني عارف ان انا بهزر. حتى في حياتي بقى ممكن تلاقيني بتكلم بصيغه جد، بس اتحرف في الكلمه. مثلا شكرا زميلي العزيز، فرحت قال شكرا زميلي النحيد، فرحت مساحه قلت الناس ممكن تاخدها بجد، بس سبت. يعني ما مش هبقى بزعلان وبكتب بصوت رفاعي الدسوقي، يعني بالعلم بهزر. بقول له انت تشتغل ناقد، انت تمسك القلم بقى وتشتغل ناقد. اقوى موقع فني في مصر.